وعندي مسقعة قرديحي، بتنجان شرايح مقلي، كوسة مقلية، بطاطس مقلية، فلفل رومي برضو مقلي، شرايح مقلية، فلفل ألوان، عصير طماطم وبصل وثوم مفروم، خل، كمون، ملح، فلفل، زيت، حبة الزيت ننزل عليهم بالبصل والثوم، البصل والثوم. هل له ايه اللي فكر الحلو بيا؟ هات لي بس رغيفين وشويه البتنجان دول ومالكش دعوه باي حاجه تانية. البهارات بحمرها مع البصلايه والتوميه عشان لو فيها رطوبه ولا حاجه ما تاذيناش. ده الفلفل الحار، كرفس، كرات، ملح، فلفل، وادي الطماطس. سام هوت ووتر لازم نسقسها بقى كله يجري جواها. بيقول لي يعني ايه صيصه؟ يعني بيبقى فيها الصوص كتير.